المحاضرة الماضية تكلمنا على المقدمة أو عن بداية تعريف القانون التجاري، وبعدين تكلمنا على نطاق تطبيق القانون أو المصادر الرسمية أو المصادر الاحتياطية اللي جابت القانون التجاري أو اللي يرجع لها المشرع، وشفنا الفرق بينهن بين المصادر الرسمية والمصادر التفسيرية. اليوم في المحاضرة الثانية بنبدأ في نطاق تطبيق القانون التجاري، ونشوف الآثار القانونية اللي تترتب على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني، الآثار القانونية اللي تترتب على التمييز بين العمل القانوني والعمل التجاري. طبعا في نطاق تطبيق القانون التجاري هناك نظريتين، النظرية المادية والموضوعية واللي تعتمد على العمل التجاري أصلا، والنظرية الذاتية اللي تعتمد على التاجر. فطالما أن القانون التجاري انفصل، أو طالما أن المعاملات التجارية انفصلت عن القانون المدني وأصبح لها قانون ينظمها، فلا بد من نعرف أنه على أي أساس هذا الانفصال، أو بعد هذا الانفصال على من يطبق القانون التجاري، هو من الخاضعين للقانون التجاري. أنصار النظرية الذاتية أو النظرية الذاتية كانت تعتمد على الشخص نفسه اللي هو على التاجر، فقالوا أنه القانون التجاري هو قانون التاجر، وبالتالي من يعتبر تاجر يخضع للقانون التجاري، وغير التجار لا يخضعون للقانون التجاري. النظرية المادية والموضوعية اختلفت وإن كان فيها أكثر منطقية، وقالوا أن القانون التجاري هو قانون العمل التجاري، وبالتالي من يمارس هذا العمل هو الخاضع للقانون التجاري بغض النظر عن صفته تاجر بمعنى محترف لهذا العمل التجاري ولا ما هو تاجر. طبعا تعريف القانون وفق النظرية الذاتية أو الشخصية يقول لك أن القانون التجاري هو القانون اللي يحكم التجار عند ممارستهم المهنة، مهنتهم أو حرفتهم، وبالتالي فإن غير التجار لا يمكن أنهم يستفيدون من القانون التجاري، غير التجار لا يستفيدون نهائيا من القانون التجاري وفقا لهذه النظرية. طبعا هناك انتقادات وجهت لهذه النظرية. أول انتقاد أنه المهن التجارية والأعمال التجارية لا يمكن حصرها، والسبب في حصر صعوبة حصر المهن التجارية والأعمال التجارية والمعاملات التجارية يرجع للسرعة اللي أخذناها المحاضرة الماضية، وقلنا أنه هناك تطور في القانون أو في المعاملات التجارية وفي السرعة، وبالتالي لا يمكن حصر المهن التجارية. وبالمناسبة في جميع دول العالم لا يوجد حصر للأعمال التجارية، ما فيه مادة في نظام تجاري في أي دولة ولا في قانون تجاري في أي دولة استطاعت حصر الأعمال التجارية، لأن طبيعة العمل التجاري أنه متجدد ومتغير ومتطور، وفي في في ما يعتبر اليوم عمل غير تجاري ممكن بكرة يكون عمل تجاري متى ما عمل فيه بشكل معين ولا بآلية معينة ولا حدث له تطور معين، وبالتالي لا يمكن حصر الأعمال التجارية. الانتقاد الثاني اللي وجه للنظرية الذاتية أنها تحرم الأشخاص الغير تجار من الاستفادة من مزايا القانون التجاري. في بعض المزايا في القانون التجاري قد يستفيد منها غير التجار، نستفيد منها إحنا، يعني إحنا ما إحنا تجار ولا إحنا ممارسين لأعمال تجارية أو ما إحنا محترفين لأعمال تجارية، وبالتالي من حقنا نستفيد من بعض المزايا الموجودة فيه. ثالثا أنه وهذه فيها شوي غرابة، أنه وفقا لهذه النظرية كل ما يقوم به التاجر من عمل فهو خاضع للقانون التجاري. طيب لو أخذ تيكت عشان يسافر يتمشى سياحة قال لك هذا خاضع للقانون التجاري وفق النظرية هذه،
طيب لو أبرم عقد زواج قال لك هذا عقد خاضع للقانون التجاري، وبالتالي يخضع التاجر لكل القانون في كل أعماله للقانون التجاري، وهذه طبعا ما فيها شوي منطقية، يعني بمعنى لذلك لا يمكن الأخذ فيها أنه كل ما يقوم فيه التاجر من أعمال هو خاضع للقانون التجاري، سواء تعلقت بأعمال تجارته ولا ما تعلقت بأعمال تجارته. طبعا النوع الثاني اللي هي النظرية المادية اللي كانت تحاول أن تكون أكثر منطقية من النظرية الذاتية، وقالت أن العمل التجاري أو القانون التجاري هو قانون العمل التجاري، وبالتالي من يمارس هذا العمل التجاري فهو خاضع للقانون التجاري بغض النظر عن صفة هذا الشخص، إن كان هذا الشخص تاجر غير تاجر، محترف للعمل التجاري ما هو محترف للعمل التجاري، شخصية القائم بالعمل التجاري لا تعنينا في هذه النظرية، بمعنى ما تهمنا، فقط يجب أنه يكون العمل تجاري عشان يطبق عليه القانون التجاري أو يخضع للقانون التجاري. وهذا الكلام فيه منطقية، ولكن نوجه له يعني نقد أو الانتقاد اللي وجه للنظرية هذه أنه فعلا في صعوبة في حصر الأعمال التجارية، وبالتالي أنت تقول أن التاجر وفق النظرية هذه أنه أي شخص يمارس العمل التجاري أو يحترف العمل التجاري. طيب حتى أعرف من هو التاجر لابد أن أعرف ما هو العمل التجاري وش الأعمال التجارية، وبالتالي عملية حصر الأعمال التجارية وجهت أو أوجدت صعوبة. لذلك القانون السعودي ما اعتمد على نظرية وأهمل الثانية، لا، القانون السعودي اعتمد على النظرية الموضوعية أو المادية كأساس، واعتمد على النظرية الذاتية أو الشخصية كاستثناء. وبالتالي خصوصا في بعض مواده لما أقول اعتمد على هذه كأساس واعتمد على الأخرى كاستثناء، أقصد أنه مجموعة القواعد القانونية الموجودة في النظام في نظام المحكمة التجارية أو في القانون التجاري السعودي هي جاءت عن طريق، أغلبها جاء عن طريق النظرية المادية، نظرية العمل التجاري، وجزء آخر مكمل جاء عن طريق النظرية الذاتية. لذلك لما تيجي تعريف التاجر في القانون التجاري السعودي أنه كل من اشتغل المعاملات التجارية واتخذها مهنة له، هذا جاء عن طريق النظرية الذاتية، ومع ذلك ضمن نظام المحكمة التجارية، وكثير من الأحكام جاءت عن طريق هذا. لذلك القانون السعودي، ولا يعتقد أنه هو الصح، أخذ بالنظرية الموضوعية اللي هي أكثر منطقية في أغلب المواد، وما احتاجه من مواد تخدمه في القانون في 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 في, في القانون التجاري أو لخدمة المعاملات التجارية، ومن النظرية الذاتية أيضا ضمن هذه النظرية. طيب وش هي الأعمال التجارية؟ وش هي الأعمال التجارية؟ طبعا القانون التجاري السعودي مثل غيره من الأنظمة اللي قلت لكم لا يمكن أنه يحصر الأعمال التجارية، ومثل الأنظمة الأخرى اللي عجزت عن تحديد أو إيجاد تعريف دقيق جدا لعملية العمل التجاري. كل الموجود محاولات لتعريف العمل التجاري بناء على مجموعة من الآراء، واللي بنشوفها في عملية النظريات اللي تناقش العمل التجاري، ومتى يكون العمل عمل تجاري. هل يكون العمل عمل تجاري إذا كان فيه تداول ثروات؟ هل يكون العمل عمل تجاري إذا كان فيه احتراف؟ النظريات هذه وغيرها من النظريات هي اللي تناقش عملية هل هذا العمل يعتبر عمل تجاري ولا لا يعتبر عمل تجاري. طبعا المادة الثانية عندنا من نظام المحكمة التجارية عددت بعض الأعمال التجارية اللي قالت أنه هذه تعتبر أعمال تجارية، شراء البضاعة أو شيء لأجل بهدف بيعها مثلا، كل عملية مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء،
الأوراق التجارية والسندات الحوالة والأنواع الصرافة كلها كانت من ضمن الأمور اللي عددها ما يتعلق بالسفن من بيع وشراء السفينة ونقل ملكيتها من وإلى، هذه اعتبرها من ضمن الأعمال التجارية. طيب هل هذه كل الأعمال التجارية اللي في المملكة؟ الجواب طبعا لا. طيب هل هذا جاء عن طريق أو نظام المحكمة التجارية عدد الأعمال التجارية 1 2 3 4 5 بس هذه الأعمال التجارية؟ الجواب طبعا لا. كل الآراء تقول أو الآراء الراجحة تقول أنه التعداد ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأنه هناك أعمال تجارية لم تضمن ضمن نظام المحكمة التجارية أو لم تضمن ضمن المادة هذه اللي عددت الأعمال التجارية أو اللي نصت على أنه يعتبر عملا تجاريا كل ما هو آت وبدأت تتعدد في العملية. طيب السؤال الأهم، ما هو في صيغة أو ما هو في قضية ما هو العمل التجاري؟ أو ما راح يشكل بالنسبة لنا عائق معرفة تعداد الأعمال التجارية على سبيل الحصر؟ السؤال الأهم أنه وش التمييز اللي بيحصل بين العمل التجاري والعمل المدني؟ وش الآثار القانونية اللي تترتب على عملية التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني؟ قال لك في عملية التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري، كون هذا العمل عمل مدني أو كون هذا العمل عمل تجاري، هذا يخلق فروق أو هناك خصائص يمتاز بها عمل عن الآخر، بمعنى أنه ما يمكن تطبيقه من أمور قانونية على عمل تجاري ليس بالضرورة أنه تطبق نفسها على العمل المدني، أو ما يخضع له القانون المدني من عمل أيا كان ليس بالضرورة أن يخضع له القانون الآخر. وبالتالي هناك فروق تتمثل في اختصاص قضائي وفي مسألة الإثبات وفي بعض الالتزامات. الاختصاص القضائي تتعمد الدول أنها تفرض للقانون أو للمعاملات التجارية جهات تنظر في المنازعات التجارية، طبعا هم يضعون له تنظيم خاص فيه بلا شك، وعندنا في المملكة النظام اللي هو نظام المحكمة التجارية، وزي ما قلنا المحاضرة الماضية وتكلمنا على الأنظمة المكملة له، هذه قلنا كلها هذه مصادر للقانون أو هذه أو هذا هو التشريع عندنا وهذا هو القانون التجاري عندنا. أيضا في الاختصاص القضائي هناك محاكم تنظر في النزاعات اللي تكون ذات طابع تجاري. احنا في المملكة طبعا عندنا تدرج في المحاكم التجارية مر بفترات متنوعة ومختلفة، مر بلجان وبعدين دمجت اللجان فيما بينها، وبعدين أصبح العمل التجاري أو أصبح يعني الدوائر التجارية الموجودة في ديوان المظالم هي المسؤولة مباشرة عن الفصل في النزاعات التجارية. والتحديث الأخير اللي نص على أنه المحكمة ديوان المظالم محكمة إدارية مستقلة بحتة، نزع منها عملية الأمور التجارية وحالها إلى المحاكم العام واصبح هو القضاء المختص فيها بجانب الهيئات الشبه قضائية الموجودة للنظر في المنازعات التجارية كل فيما يخصه على حسب هذه أوراق تجارية ولا عمليات بنوك ولا وش نوع الخلاف التجاري الموجود. وبالتالي الأهم أنه نعرف أنه طالما هناك عمل تجاري وهناك عمل مدني جرت العادة بين الدول وبما فيها المملكة على أنه يكون هناك اختصاص قضائي أو محاكم متخصصة تنظر في النزاعات اللي لها طابع تجاري. النوع الثاني أو الفرق الثاني أو اللي يهمنا في التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري أو التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
اللي هو قواعد الإثبات. جرت العادة أنه لا يتطلب الكتابة في عملية إثبات الدين في القانون التجاري، بينما جرت العادة على أنه الكتابة شرط أساسي لإثبات الدين في القانون المدني. هذه القاعدة العامة، وطالما أنكم تدرسون مادة قانون دائما بتسمعون إذا كانت هذه القاعدة فهناك استثناءات، وطالما هذه القاعدة فالقاعدة هذه لها استثناء. القاعدة تقول حرية الإثبات في القانون التجاري، بمعنى لا تشترط الكتابة في القانون التجاري وتشترط الكتابة فقط في القانون المدني، إلا أنه فيه ثلاث حالات استثنائية. هذه الحالات الثلاث الاستثنائية يتطلب القانون التجاري أنها تكون مكتوبة، يتطلب القانون التجاري أنها تكون مكتوبة. أول هذه الحالات اللي هي الأوراق التجارية اللي يتطلب الأوراق التجارية اللي يتطلب لها القانون شكل معين، زي الشيك، زي الأمور اللي لها نمط أو شكل قانوني معين، متطلبات شكل معين، زي الكمبيالة، زي شركة المحط، في أمور أو في عقود أو أوراق تجارية يتطلب القانون لها نموذج معين. طالما يتطلب لها نموذج معين إذا لابد أنها تكون مكتوبة. بيع السفينة أو جزء منها أيضا هذا يعتبر من العقود التجارية اللي يتطلب القانون أنها تكون مكتوبة. ليش؟ السبب أنه مدة العقد تكون طويلة عادة. الأمور البحرية أو بيع السفينة أو جزء منها السفينة عادة تأخذ وقت طويل، لذلك جرت العادة على أنه تثبت كتابة في القانون التجاري. وأيضا العقود اللي يتطلب القانون شهرها، في نوع من أنواع من العقود لابد أنها تشهر تعلن، فمتى تطلب القانون أنها تعلن إذن يتطلب لها أنها تكتب. باقي الأمور القانونية، باقي الأمور التجارية لا يتطلب القانون إثباتها عشان يلتزم فيها الطرف الآخر، أو بمعنى آخر لا، أو بشكل أدق لا يتطلب القانون أنها تكون مثبتة كتابة، أو لا يتطلب القانون الكتابة لها كشرط من شروط الإثبات. في قواعد خاصة في بعض الالتزامات التجارية تقع على عاتق من يسمى تاجر أو من يمارس العمل التجاري بطريقة معينة حتى يكتسب صفة التاجر. أول شيء في المسائل التجارية أو في المعاملات التجارية هناك ما يسمى بتضامن المدينين. شلون تضامن المدينين؟ قال لك تضامن المدينين أنه جميع لما يكون أربعة خمسة تجار في صفقة واحدة فجميعهم متضامنين بالوفاء بالدين المترتب على هذا العقد أو هذه الصفقة بغض النظر عن نصيب كل واحد. ممكن واحد دافع 100,000 والصفقة تكلف خمسة مليون، مو خمسة آلاف، وهو نصيبه منها مثلا خلينا نقول 100,000 والصفقة 5 مليون، هو هنا ملزم أو متضامن. متى كان العقد تضامني بينهم؟ بأنه يفي بالتزاماته أو بديون مترتبة على العقد هذا كامل حتى وإن زادت عن نصيبه أو حصته. عكس القانون المدني، القانون المدني كل شريك مسؤول عن رأس ماله اللي دخل فيه أو مسؤول بحصته فقط، بينما في القانون التجاري فيه تضامن بين المدينين بأنهم جميعهم ضامنين للوفاء بالدين بغض النظر عن نصيب كل واحد منهم. في من القواعد الخاصة بالالتزامات التجارية الإفلاس، والإفلاس هذا نوع من الجزاء يفرض على التجار ولا يمكن أنه يفرض على غير التجار. والإفلاس وش هو؟
أنه إذا حل موعد سداد لدين معين وما سدد، المدين أو الدائن له الحق أن يطلب من المحكمة أو الجهة المختصة إشهار إفلاس المدين، وهذا يقابل شيء اسمه الإعسار في القانون المدني. لكن وش الفرق بين الإعسار والإفلاس؟ الإعسار أنه جميع أموال المدين غير كافية للوفاء بالدين، أموال المدين غير كافية للسداد بدينه، يعني هو أمواله مثلا رصيد 50,000 ولكن عليه دين 500,000 في دين مدني، هنا يصدر له صك إعسار أنه أمواله لا تكفي للوفاء بديونه. الإفلاس ما له علاقة بأنه أمواله لا تكفي للوفاء بديونه، ممكن يشهر إفلاسه في دين 50,000 رغم أن رصيده أكثر من 5 مليون. ليش؟ وش العبرة؟ قال العبرة بموعد السداد. إذا حل موعد السداد وما سدد للحق للدائن الحق أنه يطالب بإفلاسه. لما أقول لك إفلاسه معناته أنه تكف يد عن العمل في ممتلكاته نهائيا حتى يتم تسديد الدين اللي عليه. وأعتقد أن هذه تفرق مع التاجر أو ناجحة مع التاجر، ولا تخدم ولا هي عملية في القانون المدني. ليش؟ لأن التاجر لما توقفه عن ممارسة عمله لمدة يوم يومين ساعة ساعتين تفرق معه. والدليل المحافظ الأسهم، لما واحد يقفله محفظته يوم ولا يومين ولا ثلاثة وهو جرت العادة على أنه يوميا بالثانية وبالدقيقة يسوي الصفقات ويطلع منها بربح مقداره كذا، فهنا تفرق عملية كف اليد كمثال يعني. فهذا الإفلاس من الالتزامات الخاصة في القانون التجاري أو العمل التجاري، ولا هو موجود في القانون المدني. أرجع وأقول أنه يقابل في القانون المدني شيء يسمى الإعسار، مع اختلاف طبيعة اثنين، ولكن الإعسار شيء يقابل إلى حد ما عملية الإفلاس. في شيء اسمه الإعذار، والإعذار أنه الدائن يضع المدين في صورة المتخلف عن سداد دينه أو المتأخر عن تنفيذ التزامه. هذا الإعذار يجب أن يكون بطرق رسمية في القانون المدني. يعني واحد ما سدد لازم أنك تروح تطلب من الشرطة مثلا أنهم يروحون بخطاب رسمي لهذا الشخص يطالبون منه بالسداد، إذا ما سدد بإمكانك أنك ترفع عليه القضية أو بموجب ما لديك من أوراق رسمية تثبت أنه هذا في ذمته دين وبالتالي ترفع عليه. الإعذار في القانون التجاري مختلف كليا. الإعذار ممكن يكون عن طريق فاكس ولا إيميل، بمعنى لا يشترط الرسمية في مسألة الإعذار عشان ترفع عليه القضية. فهذا هو الفرق بين الإعذار في القانون المدني والإعذار. في شيء اسمه المهلة القضائية، هذا أيضا من القواعد الخاصة اللي تختلف في القانون المدني عنها في القانون. المهلة القضائية وش هي؟ المهلة القضائية أنه تعطي المدين يعني يسمونه نظرة ميسر، يعني شوي يعني تعطيه فرصة للوفاء بالدين. هذه معمول فيها في القانون المدني أنه والله حل موعد السداد 5 أكتوبر 6 أكتوبر 10 أكتوبر وما سدد وجلس جلسة مع القاضي وطلب من القاضي مهلة أنه يسدد بداية السنة الميلادية الجديدة مثلا، وأعطاه شهر ولا شهرين ولا أكثر عشان مسألة السداد. هنا في مهلة قضائية. المهلة القضائية لا يعمل فيها في القانون المدني التجاري أو غير مألوفة في القانون التجاري، وبالتالي إعطاء المدين فرصة للوفاء بالدين هذه موجودة فقط في القانون المدني ولا هي موجودة في القانون التجاري، وهذه تحكمها طبيعة إيش؟ تحكمها طبيعة السرعة اللي احنا تكلمنا عنها قبل، مثلها مثل النفاذ المعجل اللي تحكمه أيضا قضية السرعة. وش هو النفاذ المعجل كالتزام؟
النفاذ المعجل أنه في القانون المدني جرت العادة على أنه لا تنفذ الأحكام القابلة للاستئناف أو القابلة للطعن. يصدر حكم على الشخص المدين أو المتهم أو المحكوم عليه، سمي ما شئت، وبالتالي عنده فترة شهر 30 يوم من حق أنه يستأنف هذا القرار. بمضي هالمدة يعتبر القرار نافذ ونهائي، وبالتالي يبدأ التنفيذ. في القانون المدني هذا الشيء معمول فيه، ولا يمكن أنه ينفذ الحكم القابل للطعن. ما ممكن أنه ينفذ الحكم القابل للطعن، ما ينفذ إلا الأحكام اللي صدرت بصورة نهائية. في القانون التجاري لا، هذا اللي يسمونه النفاذ المعجل، هذه السرعة في الإجراءات القانونية التجارية. في النفاذ المعجل ممكن أنه الحكم قابل للاستئناف، ولكن المدين ملزم بتنفيذ التزامه، نفذ وبعدين نكمل البروسيس واجراءات عمليه الطعن. بامكانك تطعن، واذا طلع الحق معاك مستقبلا راح يرجع لك كل شيء. اذا طلع مستقبلا الحق معاك راح يطلع يرجع لك كل شيء. المهم انه يتم تنفيذ الالتزام حتى وان كان قابل للطعن. من ضمن الالتزامات أيضا ما يسمى بتبسيط إجراءات التنفيذ في الرهن التجاري. في القانون المدني لا يمكن التنفيذ على المال المرهون إلا إذا صدر صك من القاضي بعملية السماح لك يا دائن بالتنفيذ على المال المرهون. لابد من صدور هذا الصك حتى يتم التنفيذ على المال المرهون. في القانون التجاري إذا أذلك القاضي قبل صدور الحكم، عفوا قبل صدور الصك، في الفترة هذه بإمكانك أنه تبدأ إجراءات التنفيذ على المال المرهون. يعني اليوم صدر الحكم ولكن إصدار الصك ياخذ وقت، يوم يومين ثلاثة أكثر أقل على حسب نوع الإجراءات الموجودة. فإذا أعطاك القاضي الأمر في القانون التجاري بالتنفيذ على المال المرهون بإمكانك أنك تنفذ دون الحاجة للانتظار إلى صدور الصك اللي هو صك التنفيذ على المال المرهون. وهذا أيضا من الأمور اللي قلنا متعلقة بالسرعة. من الأمور أيضا الخاصة أو بالالتزامات الخاصة اللي ينفذونها أو اللي تشترك في أو تختلف فيها القانون المدني عن القانون التجاري، اللي هو عملية إجراءات حوالة الحق. وش هي حوالة الحق أصلا؟ حوالة الحق أنه شخص بإمكانه ينقل دينه لشخص ثالث. يعني ألف يطلب باء مبلغ وقدره كذا، باء لأسباب معينة ما سدد أو تأخر في السداد أو تعثر في السداد، أو نفس الدائن بإمكانه أنه يلجأ لشخص ثالث ويقول أنت من اليوم الدائن الجديد لهذا المدين. يتفقون بينهم الدائنين أنه عطني المبلغ، تولى الموضوع، شوف بطريقة أو بأخرى، لكن أنت من الآن تعتبر أنت الدائن الجديد. ويتحول الدائن، يتغير الدائن إلى دائن آخر دون علم المدين. هذه عملية الحوالة أو عملية إجراءات حوالة الحق أو تحويل الحق في القانون المدني ما ممكن تتم ولا يمكن تتم أو يتغير الدائن إلا بعلم وموافقة المدين. بعلم وموافقة المدين. وتشوفون أحيانا مثل في مثل هالأمور عادة يتحول المدين إلى شركات مقابل بنوك. مثلا البنوك عندها أشخاص متعثرين وما سددوا،
فتلجأ لشركات معينة ولا حتى لأشخاص يتولون هم عملية البحث عن أو عملية أنه يأخذون المبالغ هذه من المدينين على حسب الاتفاق اللي يتم. مثلا قد يكون اتفاق مثلا أنه هي قيمتها مثلا مليون ويأخذ الدائن الجديد بمبلغ وقدره كذا ويتولى العملية، ممكن يحصل المبلغ ممكن ما يحصله، ممكن هذه إجراءات عملية حوالة الحق دون علم المدين. أنا ما يهمني المبلغ ولا الآلية اللي تتم بين هذول، أنا اللي يهمني الآن أنه حوالة الحق هذه لما تتحول في الأوراق التجارية ولا في غيرها، لما تتحول في القانون التجاري دون علم المدين أو دون حاجة لموافقة المدين إن صح التعبير، بينما في القانون المدني لابد في مثل هذه الأمور لابد أنه يكون في علم من المدين بعملية التحويل هذه. النوع أو المصدر أو الخاصية أو الالتزام اللي يترتب على ممارسة العمل التجاري هو ما يسمى بصفة التاجر، أنك تكتسب صفة التاجر طالما احترفت العمل التجاري أو مارسته على نحو قانوني بحت يكفل لك صفة التاجر فأنت أصبحت تاجر. لما تكون تاجر هناك التزامات تقع على عاتقك تختلف عن الالتزامات اللي كانت موجودة قبل تكون تاجر، مسك الدفاتر التجارية، القيد في السجل التجاري، القيد في الغرفة التجارية، كلها أمور تنشأ على عاتق التاجر طالما اكتسب صفة التاجر. طبعا في عملية تقسيمة هالالتزامات بعض القانونيين يقسمون الالتزامات هذه ما بين تضامن المدينين وما بين الإفلاس وما بين صفة التاجر، هذه الثلاثة يرونها دائما مرتبطة بعملية الائتمان والثقة، تضامن المدينين الإفلاس وصفة التاجر. بعض الكتب القانونية تصنفها على أنها قواعد خاصة بالالتزامات التجارية الناشئة عن الثقة والائتمان، وبقية الالتزامات سواء اختصاص القضائي ولا الإثبات ولا الإعذار والنفاذ المعجل وكل اللي احنا ذكرناه باستثناء ثلاثة طبعا، هذه كلها التزامات أو آثار قانونية تترتب نتيجة إيش؟ نتيجة السرعة أو تتطلبها السرعة. طبعا كونكم مش متخصصين قانون أو مقرركم هذا مو متخصص للقانونيين، ما هو في كلية الحقوق، فما يهمكم التقسيم هذا بدرجة كبيرة، يهمني فقط أنكم تعرفون أنه للتمييز بين العمل القانوني والعمل التجاري هناك التزامات، منها الاختصاص القضائي أنه المحاكم يكون في محاكم قانونية تجارية، منها الإثبات أنه ما يكون مكتوب في القانون التجاري بينما في القانون المدني لابد أن يكون مكتوب في كل الحالات. طبعا لا مو في كل الحالات، في استثناءات وتكلمنا عنها، الاستثناءات اللي هي تجارية ويجب أن يكون فيها إثبات، تضامن المدينين، إعذار، نفاذ معجل، تبسيط إجراءات مثلا حوالة حق في أوراق تجارية، تبسيط إجراءات تنفيذ في رهن تجاري، متى يكتسب صفة التاجر، لما يكتسب صفة التاجر وش الالتزامات اللي تقع على عاتقه، هذا هو اللي يهمنا في الموضوع هذا بشكل كامل. في معايير طبعا احنا قلنا الآثار القانونية اللي تترتب على التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري. طيب وش هو المعيار اللي على أساسه أعرف أنه هذا العمل عمل مدني ولا هذا العمل عمل تجاري؟ قالك أنه المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوي عددت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لذلك احنا نحاول قدر الإمكان نجد مخرج أو نجد طريق أو معيار على أساسه ممكن نعرف أنه والله الممارس لهذا العمل هو خاضع للقانون التجاري والممارس لهذا العمل هو خاضع للقانون المدني، أي القوانين
تطبق على العمل الفلاني. فكان في أكثر من نظرية. أول نظرية اللي هي نظرية المضاربة، وفي نظرية المضاربة قال لك أنه العمل يعتبر عملا تجاريا متى كان يهدف إلى تحقيق ربح. يعني كل عمل تجاري أو كل عمل يهدف الشخص من ورائه لتحقيق ربح فهذا العمل عمل تجاري. هذا العمل عمل تجاري. هذه نظرية أولى، أنه المعيار الفاصل بين القانون العمل المدني والعمل التجاري هو الربح. إن قصد الشخص من تصرفه ربح فهذا قانون تجاري، وإذا لم يهدف لربح فهذا يعتبر قانون مدني. طيب النظرية الثانية وش قالت؟ النظرية الثانية قالت لا، لابد من أنه يكون في شيء اسمه تداول للثروات. شلون تداول للثروات؟ قالك أنه العمل يعتبر عمل تجاري متى وجدت فيه عملية تداول للثروات، يعني خرج من منتج ووصل إلى مستهلك. يعني العمل عمل تجاري من وقت خروجه من يد المنتج حتى يصل إلى يد المستهلك. الفترة هذه هي فترة عمل تجاري. الفترة هذه فقط هي فترة العمل التجاري من بداية من يد المنتج حتى يصل إلى يد المستهلك. طيب اللي قبلها واللي بعدها وشلون تعتبر تجارية ولا ما تعتبر تجارية وفقا للنظرية هذه؟ ما قبلها ما هو تجاري وما بعدها ما هو تجاري. طيب النظرية الثالثة، النظرية الثالثة اللي هي نظرية المقاولة أو المشروع أو الاحتراف. كيف الاحتراف؟ قال لك إنه الشخص يمارس العمل بشكل مستمر. إذا الشخص باشر العمل بشكل مستمر بشكل منتظم على وجه المقاولة وفي صورة مشروع هنا يعتبر عمل تجاري. يعني إذا مارس أي عمل يمارس بشكل مستمر بشكل مستمر وفي صورة مشروع بمعنى في صورة منتظمة أو منظمة يعني لها أسس ما هي عشوائية هذا يعتبر العمل عمل تجاري. يعتبر العمل عمل تجاري. خلونا ناخذ النظريات هذه واحدة واحدة وبالتفصيل ونشوف وش الانتقادات اللي وجهت لكل نظرية ونشوف في النهاية وش اللي يطلع معانا. هل يتفقون على شيء ولا يختلفون؟ أول نظرية اللي هي نظرية المضاربة. نظرية المضاربة زي ما قلنا أنه تقول نظرية المضاربة أنه يعتبر العمل عمل تجاري متى كان يسعى إلى تحقيق الربح. طيب هل كل الأعمال الموجودة في الدنيا واللي تهدف من وراءها إلى ربح هل كلها أعمال تجارية؟ الجواب لا. عمل الطبيب اللي يروح العيادته المستوصفات الأهلية الموجودة عمل مدني. مهنة الطب مهنة مدنية. عمل المحامي اللي ياخذ فلوس من 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 موكليه ويترافع عنه هو يهدف للربح ومع ذلك عمله يصنف من المهن الحرة.
واصحاب المهن الحرة هم خاضعين للقانون المدني وليس للقانون التجاري. وبالتالي النظرية هذه اللي تقول انه كل هدف او كل عمل يهدف لربح هو عمل تجاري فيها قصور، فيها قصور، او بمعنى اخر ما تغطي كل الاعمال بالشكل الصحيح. ليش؟ للسبب اللي احنا قلناه، انه عملية انه هناك مهن حرة يهدف أصحابها يوم يمارسونها يهدفون لكسب وربح، تحقيق ربح، ولكنها تصنف على أنها مدنية وليست تجارية. من الانتقادات اللي وجهت نظرية المضاربة أنه هناك أعمال أصلا ما فيها ربح، أعمال ما فيها ربح نهائيا ولا يقصد منها مضاربة ولا تهدف لربح، ومع ذلك تصنف على أنها أعمال تجارية. وأقرب مثال عملية الكمبيالة، وما هو مدون في الكمبيالة. الكمبيالة طبعا هي ورقة تجارية أهدف منها ائتمانية أكثر من أنها أداة وفاء. هذه الورقة التجارية هذه الملحق الموجود فيها هو حق يعني ألف يكتب كمبيالة الباء، الموجود هو حق باء، يعني نفس الحق، ما في ربح، ومع ذلك وفقا لهذه النظرية بيطلعها من الأعمال التجارية ويصنفها على أنها عمل مدني. من الانتقادات اللي وجهت لهذه النظرية أنه في بعض الأعمال التجارية وبعض التجار باع البضاعة طبعا بسعر تكلفة ولا بخسارة. طيب تصرفه هذا هل يصنف على أنه عمل تجاري؟ هو تاجر وباع بخسارة ولا بسعر تكلفة في مسألة معينة أو في وقت معين، هل هذا التصرف خاضع للقانون التجاري؟ وفقا لهذه النظرية يقول لك لا، طالما لم يتحقق الربح إذن لا يعتبر العمل تجاري، إن لم يتحقق ربح فالعمل ما هو تجاري. هذا خلانا نروح للنظرية الثانية اللي هي نظرية التداول. وفي نظرية التداول قال لك إنه وفقا لهذه النظرية إن العمل يعتبر عملا تجاريا في الفترة ما بين خروجه من يد المنتج حتى يصل إلى يد المستهلك. هذه الدورة هذه اللي مر فيها تعتبر عمل تجاري، تعتبر عمل تجاري، يعني أي عملية يحصل فيها تداول ثروات من بداية خروجها من يد المنتج حتى تصل إلى يد المستهلك هذه تعتبر عمل تجاري. طيب هذا 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 العمل التجاري اللي 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 بدأ في بدايته قبل يصل ليد المنتج، العمليات اللي سواها المنتج أي سلعة معينة قبل تطلع من يد المنتج ليد المستهلك مرت لها 60,000 شغلة. يعني استاجر الأرض عشان يقيم عليها المصنع، واشترى المواد الأولية، وبعدين بدأ يصنع وصنع وجهز، وبعدين أخذها وسلمها يد المنتج يد المستهلك. وفقا لهذه النظرية كل الأمور اللي احنا ذكرناها قبل لا تعتبر تجارية، ما تعتبر تجارية نهائيا، تعتبر خاضعة للقانون المدني. استئجاره لأرض المصنع وبناءه للمصنع وشرائه للمواد الأولية وعقوده مع عماله وكل هذه الأمور غير خاضعة للقانون التجاري، غير خاضع للقانون التجاري. ومن سلمها فترة انه اخذها ليسلمها للمستهلك الفترة هذه بس
بين المنتج والمستهلك هي اللي صنفت على أنها تجارية. طيب المستهلك أخذها وراح وتصرف فيها أيضا، أخذها مثلا وباعها بربح، أخذها بقصد أنه يبيعها، تصرف فيها بعض التصرفات اللي تصنف تجارية، القانون وفقا لهذه النظرية لا يعتبرها تجارية. لذلك وجه انتقادات لهذه النظرية. ليش؟ لأن النظرية ما أعطت مبررات كافية عن عملية ما يسبق هذا التداول اللي ذكر. على أي أساس استبعدت العمليات الأولية للمنتج؟ وعلى أي أساس استبعدت العمليات اللاحقة للمستهلك؟ طيب ممكن يكون واحد من هذولي، وبلا شك بالنسبة للمنتج بالذات إذا كان هدفه ربحه ويسعى للعملية الربحية وأموره عمل تجاري بحت، لماذا استبعدت العمليات الأولية من هالنظرية؟ بمعنى آخر، مو لماذا استبعدت، لماذا لم يوجد في النظرية مبرر منطقي تعتمد عليه النظرية في استبعاد العمليات ما قبل تداول الثروات؟ ما قبل تداول الثروات، يعني العمليات اللي سبقت تداول الثروات مصنفة على أنها مدنية ما هي تجارية. الشيء الآخر أن هناك عمليات تجارية كثيرة ما فيها تداول ثروات. في كثير من العمليات التجارية ما فيها تداول ثروات، يعني ما فيها يد منتج وتصل ليد مستهلك. الشيء الأهم أنه هناك مجموعة من العمليات اللي فيها تداول ثروات وهي أصلا ما هي تجارية. الجمعيات الخيرية اللي تاخذ بضاعة من مصنع ولا من أشخاص وتحطها عندها في المركز حق الجمعية، وبعدين تاخذها من الجمعية وتوزعها على المستحقين أو المستفيدين من هذه الجمعية حسب نوع الجمعية، حصل فيها تداول ثروات لأن حصل فيها شخص وسلمها لآخرين، حصل فيه تداول لهذه الثروات، وهذا التداول تداول مدني بأهداف مدنية ما لها أي علاقة بالقانون التجاري. وبالتالي النظرية هذه في بالذات في مسألة التداول ما هي قادرة إنها تعطي مبرر لاعتبار هذا العمل عمل مدني واعتبار هذاك عمل تجاري، رغم أنه حصل اللي حصل، حصل تداول ثروات. هي أخذوها من مصنع ولا أخذوها من جهة مختصة ولا أخذوها من أي مكان، وكان الهدف حفظها في مراكز الجمعيات هذه، وبالتالي وبعدين سلمت الجمعيات الخيرية وبعدين سلمت لغيرها. الصناعات الاستخراجية ولا العمليات المتعلقة بالبنو بالعقارات، هذه تعتبر عمليات مدنية، بس هذه النظرية قد تضمنها عمليات أو تجعلها عملية تجارية وفقا لهذه النظرية. وبالتالي في بعض طبعا هو اللي حاصل اليوم أنه هناك العمليات هذه المتعلقة بالعقارات والصناعات، طبعا في الصناعات الاستخراجية بالذات إن حصل التكرير العملية بطبيعتها عملية مدنية، ولكن إن حصل تكرير للعمليات هذه أصبحت العملية عملية تجارية. والعقار أيضا عقار بطبيعته عملية مدنية، ولكن إن حصل بأهداف تجارية فأصبح العمل عمل تجاري. نظرية التداول هذه ما هي قادرة تعطي حل في المسائل هذه، لذلك نقول عنها مثل الكلام اللي قلناه عن نظرية المضاربة أن هذه النظرية يشملها قصور أو فيها قصور لجوانب معينة. النظرية الثالثة اللي هي نظرية المقاولة، بعض القانونيين يقسمون هذه نظرية المقاولة هذه قائمة على آثار قانونية بحتة، والنظريتين اللي قبل شوي هي قائمة على مسائل اقتصادية بحتة. نظرية المقاولة أو المشروع اللي هي تعتمد على أنه الشخص يمارس العمل لفترات مستمرة بانتظام
في صورة مشروع. لما أقول في صورة مشروع أقصد فيها أنه في صورة تنظيم. وبالتالي إذا استمر في عملية التوريد هذا عمل تجاري. إذا استمر صاحب الباص ولا صاحب المشاوير الخاصة في أنه ينقل الناس وحط عنوانه حط تليفونه في الانترنت ولا عند إشارة ولا ما احنا زي ما نشوفه في كل مكان ولا في المواقع الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي هذا يعتبر عمل تجاري وفق النظرية هذه. طالما هو يمارسه باستمرار وفي صورة تنظيم هذا يعتبر عمل تجاري. متى احترف المهنة واستمر يعمل فيها بصورة منظمة هذا يعتبر عمل تجاري. لكن هذا الكلام صحيح؟ هل كل من يحترف عمل شيء في صورة منظمة يعتبر عمل تجاري؟ الجواب طبعا لا. في أعمال تجارية ولو صارت لمرة واحدة. إني أنا أشتري منك أرض، عفوا، إني أشتري منك سلعة منقول، كتاب، قلم، أيا كان، أي منقول، إني أشتريه منك بنية إني أبيعه، هذا يعتبر عمل تجاري، لو ما سويتها إلا مرة. لو أروح معارض السيارات أشتري سيارة بهدف بيعها، يعتبر عمل تجاري، لو إني ما أسويها إلا مرة واحدة في حياتي. وبالتالي هناك أعمال تعتبر أعمال تجارية ولو وقعت لمرة واحدة. هناك بعض المشروعات أو بعض الأعمال اللي تعتبر مدنية حتى لو احترفها صاحبها. وبالتالي عملية وضوح المشروع التجاري من عدمه ما هي واضحة في نظرية المقاولة. النظرية بهذا المفهوم ما هي قادرة تفصل بين عمل لاعب الكورة المحترف اللي يعمل بشكل منتظم ولا سايق الباص المشاوير الخاصة اللي يعمل بشكل محترف لفترة بشكل بصورة منتظمة ويجي من وراءها ربح وأعمالهم تعتبر مدنية، ما هو قادر يجمعها مع آخرين يحترفون العمل التجاري مثل تاجر الجملة ولا تاجر التجزئة ولا غيره واللي يعتبر عملهم عمل تجاري. النظرية ما هي قادرة توصل لحل بين هذول كلهم. المشروعات نوع التنظيم اللي يحتاجه المشروع عشان يصبح تجاري ولا نوع التنظيم اللي يحتاجه ونوع النشاط اللي يصنف على أنه نشاط تجاري. في مشروعات زراعية ويحدث فيها أو يعمل فيها المقاولة ويعمل فيها ومع ذلك تعتبر عمل مدني مو عمل تجاري. لذلك النظرية هذه ما قدرت توصل إلى استبعاد مهن معينة أو أشخاص معينين أو تنظيمات معينة من عملية الأعمال التجارية. ما هي قادرة توصل لهذا الشيء. طيب وش العمل التجاري بعد هالنظريات؟ نظرية مضاربة، نظرية التداول، ونظرية الاحتراف أو المقاولة في صورة مشروع. بعد هذا كله وش ممكن يكون العمل التجاري؟ هل العمل التجاري هو العمل اللي يحصل فيه تداول ثروات؟ كل عمل يحصل فيه تداول ثروات؟ طبعا لا. هل العمل التجاري هو كل عمل يهدف للربح؟ طبعا الجواب لا. هل العمل التجاري هو كل عمل يحدث باستمرار بصورة منتظمة وبشكل مقاولة وفي صورة مشروع ولا في صورة تنظيم؟ الجواب لا. لابد من جمع هذه كلها عشان نوصل لتعريف نقدر نقول انه قريب. وهذا يخلينا نرجع للكلام اللي قلناه بداية المحاضرة هذه أو في المحاضرة الماضية أنه ما في شيء اسمه تعريف دقيق للعمل التجاري. ما في شيء اسمه تعريف دقيق للعمل التجاري. كل ما هو موجود
محاولات قريبة جدا لمعرفة العمل التجاري أو لتحديد العمل التجاري. لذلك الغالب يتفق على العمل التجاري كل عمل يتعلق بتداول ثروات بهدف ربح وبشرط أن يكون في صورة منتظمة أو في وجه مقاولة أو في صورة مشروع أو أن يكون باحتراف، كلما تطلب له القانون ذلك، يعني كلما تطلب له القانون أن يكون في صورة مستمرة. لذلك من التعريف واضح أنه أهم عنصرين أن يكون فيه ربح وأن يكون فيه تداول ثروات، هذا أهم عنصرين، زائد أن يكون في صورة مشروع أو في طريق أو أن يكون باحتراف بمعنى أنه يمارس باستمرار إذا تطلب القانون هالشيء، إذا تطلب القانون هالشيء. يعني واضح أن وجه المقاولة واضح أنها جت في صورة أنه إذا تطلب القانون هالشيء في هالمهنة في هذا التصرف، هنا يعتبر العمل عمل تجاري، هنا يعتبر العمل عمل تجاري. أما إذا لم يتطلب الاحتراف فيكتفى بعملية أنه تحقيق ربح وأن يكون في صورة تداول للثروات. طبعا نرجع ونعيد نفس الكلام اللي احنا قلناه، أنه هناك أعمال تعتبر تجارية ولم يحصل فيها الربح، هناك أعمال تعتبر تجارية ولو يعني ولو لم يوجد فيها تداول ثروات، هناك أعمال تجارية ولو لم يحدث فيها مقاولة واحتراف، هذه كلها تعتبر أعمال تجارية. احنا فقط نحاول نصل إلى معايير تجمع العدد الأكبر من الأعمال تحت مظلتها، يعني النظريات الثلاث هذه اللي احنا أخذناها هي نظريات تحاول أنها تجمع أكبر قدر من الأعمال حتى نقول أنه العمل عمل تجاري لأنه يتبع كذا، والعمل عمل تجاري لأنه يتبع كذا. لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه تعتمد على نظرية وتهمل الثانية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه تعتمد نظرية ونهمل ولا نطنش النظريات الباقية. قد يكون عمل تجاري لأنه فيه ربح وتداول، قد يكون عمل تجاري لأنه فيه احتراف وتداول، قد يكون فيه عمل تجاري لأن فيه احتراف وفيه فلوس ربح، قد يكون. إذن النظريات لازم تتداخل في بعضها عشان نوصل لتعريف للعمل التجاري. المحاضرة هذه حاولنا نصل فيها إلى تعريف للقانون، حاولنا نصل فيها أن نعرف القانون قانون من؟ نظرية ذاتية قالت قانون تجار، نظرية قالت أنه قانون الأعمال التجارية. حاولنا نوصل فيه إلى التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني، وش الآثار القانونية اللي تترتب عليها، وشفنا أنه قواعد اختصاص وقواعد إثبات ومجموعة من الالتزامات من إعذار ومهلة قضائية وغيرها اللي يختص فيها العمل المدني أو التجاري عن أو عن العمل التجاري عن العمل المدني، أو يختلفون فيما بينهم، متى يكون هذا النفاذ في الحالة هذه، ومتى يكون في القانون المدني ومتى يكون في القانون التجاري. حاولنا نوصل أنه نعرف العمل التجاري وش هو، وهل العمل التجاري هذا خاضع للقانون، يعني خاضع لنظرية مضاربة، نظرية مقاولة، نظرية تداول ثروات. هذه كلها اللي حاولنا نتخلص في المحاضرة هذه أو نجمع بشكل يعني دقيق. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله في المحاضرة الجاية نبدأ نكمل بقية أبواب الأعمال التجارية.